الأربعاء في وقت مبكر من يوم الأحد إلى تونس، وتحديدا إلى مدينة عين الدراهم في حدود الساعة 23 صباحا. تشكيلة الزرقاء ضمت 24 لاعبا يندرجون ضمن وفد يضم 35 فردا. وفور وصول البعثة إلى عين الدراهم توجه اللاعبون إلى المطعم لتناول وجبة السحور، وذلك استعدادا ليوم رمي جديد قبل أن ينصرفوا في نهاية إلى غرفهم. لم تكن رحلة وفد شباب باتنا من عاصمة الأوراس إلى الأراضي التونسية وبالضبط إلى حمام بورقيبة عادية بسبب طول مدة الرحلة وما تخللها من أحداث ومفاجآت غير سارة، أبرزها منع شعيب ذبيح من السفر وإعادته من حيث أتى بسبب وضعيته تجاه الخدمة الوطنية ليضيع التربص بصفة رسمية. مشاكل الكاب لم تتوقف عند هذا الحد، بل اللاعب زاوي نسي جواز سفره في باتنا، الأمر الذي جعله يستأجر سيارة ليعود ويجلب وثائقه. الوصول إلى مركب حمام بورقيبة كان متأخرا ما دفع المدرب عامر جميل إلى إلغاء الحصة التدريبية التي كانت مقررة عشية وصول الوفد إلى تونس. وفي سياق منفصل، وصل لاعب شباب عين الفكرون إلى فندق المراد بحمام بورقيبة في حدود الساعة 8 من صبيحة يوم السبت، على أساس أنهم حجزوا به ليباشروا تربصهم الصيفي، قبل أن يتلقوا أسئلة لم يفهموا سببها من مدير المركب خميس مرجان الذي بدأ متفاجئا بنزولهم. مدير المركب استفسر مسؤولي السلاحف عن هوية الطرف الذي قام بالحجز لهم على أساس أنه لا حجز مسجل لديهم من قبل إدارته. هذا الكلام شكل صدمة كبيرة لإدارة شباب عين الفكرون التي ردت بأنها قد حجزت عن طريق وكالة تدعى إفيزي، ما يوحي بتعرضها لعملية احتيال من قبل هذه الوكالة. ومع هذا يرفضون مغادرة فندق المرادي الذي قبل مديره نزولهم يومين فقط لا أكثر. عضو مجلس الإدارة بوقادي أكد لموفد الهداف تي في أن وفد الشباب لن يغادر المكان وسيجري تربصه بشكل عادي في مركب المرادي، والقضية تبقى للمتابعة. تمت نشرة الأخبار وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ألمانيا تواجه الأرجنتين في نهائي الحلم بمونديال البرازيل.